هيباتايتس، فالهيباتايتس برضه بتسبب كانسر. بس استنينا استنينا 3 شهور ما ركبت، قلت له بون مارو في الجامعه بلاستيك، يعني المفروض تشوف لما تسوي بون مارو تلاقي ستيم سيل، اريثروبويسز، مايلوبويسز، ميجا كاريبويسز، لنفوبويسز، ما في ولا شيء، امتي. فعلى طول تسوي تاب تقرير، حولته تخصصي، شفته هناك، سوينا له فحص انسجه، كان اخته ولا اخوه ما ادري طابق، اخذنا خلايا جزئيه، سوينا له زراعه، الحين الحمد لله بيسوي. بس بعد ما سوى الزراعه صار اتحاد، ما ادري ليش. ما تدري يعني صار حلاوي اصيل يعني. هل تعتقد ان زراعه الخلايا الجزئيه حتاثر على المخ؟ ما ندري، بس انه الى الان يعني لا زال حلاوي صار. بس بزراعه نخاع العظم انقذنا حياه هذا الانسان، لانه ما يمكن انسان يعيش بدون خلايا جزئيه. ليش؟ ايش وظيفه نخاع العظم؟ انتاج الصفائح لمنع النزيف، انتاج كريات الدم الحمراء لنقل الاكسجين، انتاج خلايا المناعه. الشخص اللي ما عنده صفائح ولا عنده دم ولا عنده خلايا المناعه حاجي له نزيف متكرر، نقل دم متكرر بسبب نقص الدم، والتهابات متكرره. وممكن مره من المرات يجي له يعني ميكروب قوي يموت فيها. وهذا اللي بيصير اكثر فشل نخاع العظم، بيموتوا من انفكشن او بليدنج، انتراكرينيال هيموريج او ريتروبروتينيال هيموريج وكذا للاسف. بس الحمد لله تعالى. So this is one application of stem cell therapy. Another application is هنجي نتكلم عن اللوكيميا. Is another acute. اللوكيميا acute we treat with chemotherapy. الكرونيك دحين صار في بيولوجيكال ثيرابي الأدوية. لأنه كل لوكيميا حنتكلم إن شاء الله السنوات القادمة عن اللوكيميا بالتفصيل وكده. بس من زمان كان اللوكيميا ما نعرف ايش هذه، لحد دحين الله سبحانه وتعالى علمنا انه كل مرض في نخاع العظم في خلل جيني وفي ادويه تارجتنج المولكيولر ابنورماليتي. يعني مثلا كرونيك مايلويد لوكيميا كروموزوم الابنورماليتي مين يعرفها؟ اللي هو ترانسلوكيشن بين كروموزوم نمبر 9 اند 22. ايش بيسموه هذا الكروموزوم؟ ترانسلوكيشن. ايوه ترانسلوكيشن، بس ايش هو؟ انتي ابوبتوتيك. لا هذاك مختلف. مين هذا المختلف؟ انت سنه كم يا ولد؟ تكون متخرج وتعيد الطب. ها فيري جود ما شاء الله. اخذتوها ابوبتوسس وكذا؟ ايوه فيري جود ما شاء الله. اللي بيسموه فيلادلفيا كروموسوم الترانسلوكيشن 922 فيلادلفيا كروموسوم. من زمان القرن الماضي كنا نسوي زراعه نخاع العظم، انه نشيل نخاع العظم الخربان ونحط نخاع عظم جديد. طبعا مو نقص وكذا، لا، المريض بياخذ كيماوي قوي وبعدين ناخذ خلايا جذعيه من اخوه والاخته عباره عن كيسين دم، ياخذها بنقل دم عن طريق قسطره. هذه هي زراعه نخاع العظم اللي من الشقيق او الشقيقه. لحد ما الله سبحانه وتعالى علم الانسان ما لم يعلم، في دكتور امريكي اسمه براين دروكر اكتشف موليكولار تارجتد ثيرابي تشتغل على التايروزين كاينيز اللي هو البرودكت اوف ذيس كروموزوم الابنورماليتي. فصار المريض ياخذ حبه انهبت التايروزين كاينيز، الخليه بتموت، الخليه السرطانيه بتموت والخليه الطبيعيه بتبدا. فبالعلم باذن الله كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله الا الهرم. الهرم ما عنده داء. فالشاهد انه العلم اللي علمه الله سبحانه وتعالى الانسان استطعنا انه نستغني عن زراعه نخاع العظم في القرن الماضي للكرونيك مايلويد لوكيميا. في القرن 21 المريض بياخذ حبه تلاقي لونه بصير ابيض، بيبدا يتخن، وسبحان الله ما عاد يحتاج زراعه نخاع العظم. دحين في اكثر من 15 دواء عباره عن تايروزين كاينيز. فالمستقبل في علاج الاورام زي امراض المعدية، بيجي واحد يدوز بيقولوا عنده ستاف اوريس ريزيستنت للامبيسيلين بس سنسيتيف للاوغمنتين، المريض بياخذ اوغمنتين كل شيء. الاورام في المستقبل حتكون زي كذا يا شباب. وي نو ذا مولكيولار بروفايل اكزاكت مولكيولار ابنورماليتي، المريض بياخذ دواء المرض بيروح باذن الله تعالى. خلاص؟ فانتم حضروا نفسكم من الاشياء الثانيه. هذه انذر انديكيشن اوف بون مارو ترانسبلانتيشن. اول انديكيشن قلنا في الابلاستيك انيميا، ثاني انديكيشن قلنا في الاكيوت لوكيميا ولا الكرونيك لوكيميا من زمان بس دحين ما عاد. الاكيوت لوكيميا نفس الشيء، مثلا لو اخذت الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا في البدايه بنعطي الكيماوي والمريض بيستجيب، لكنه بعض المرضى المرض بيرجع. فالمرضى اللي المرض بيرجع محتاجين زراعه نخاع عظم. كيف بنسوي زراعه النخاع؟ عن طريق ال
البومر ترانسبلانت او الستيم سيل ترانسبلانتيشن. كيف بنسويها؟ نفس الشيء، بنسوي فحص الانسجه للاخوان والاخوات، مين مطابق، بناخذ منه كيسين دم فيهم خلايا جذعيه، نيجي عند المريض نعطي له كيماوي قوي عشان نقضي على النخاع العظمي الخربان حقه، وبياخذ الكيسين دم عن طريق الكسطره، اسبوعين ثلاثه النخاع العظمي الجديد بيبدا يتحول الى هذه هيماتوفويسيس كلها، وبيصير المريض عنده نخاع عظمي جديد باذن الله سبحانه وتعالى. دكتور، علاج الستم سيل يعتبر رخيص ولا؟ والله يا بابا ما ادري شو بقول لك. هو طبعا في الجامعه انا سويت حالتين زراعه نخاع عظمي، بعدين قالوا ممنوع لازم عمر سامي، فوقفت. كانوا مرضى غير سعوديين، بس لو في مريض سعودي بيروح التخصصي. العمليه نفسها مكلفه، ممكن بيحتاج ادويه غاليه، يعني كانوا تسويها على حسابك الخاص ممكن تكلف نص مليون الى مليون ريال، مره غاليه. بس هي في النهايه حياه انسان، يعني اذا يحيى الشهري كلف 54 مليون هو بشوت كوره، ما احنا ندفع مليون ريال عشان ننقذ حياه انسان؟ لا. إذا دفعنا 54 مليون وخلصنا ونقول خلاص. عاد شوف الانتقالات على السنة الجاية كم حتوصل، 100 مليون ولا دكتور النقل بسرعة عادية ولا؟ لا لا، بالقسطرة ما فيها، ما هي زي زراعة الكلية، نشيل كلية خربانة ونقطع ونحط كلية، لا لا، خلايا جسمية تاخذ كنقل دم. فزراعة نخاع العظم بس هنا في الجامعة إن شاء الله حيسووا مركز علاج وأبحاث السرطان، وجزء منه حيكون زراعة الخلوي، اسمه العلاج الخلوي. جزء منها العلاج الخلوي اللي هو زراعة نخاع العظم، جزء من العلاج الخلوي دندريتك سيل والتيومر فاكسين، جزء منه الجاما دلتا تي سيل، جزء منه الناتشورال كلب سيل، جزء منه عارف يعني حيكون مستقبل ان شاء الله حيتخرجوا وتلاقوا مثلا مركز العلاج وابحاث السرطان موجود باذن الله. طيب، اذا احنا عرفنا الرول اوف ستيم سيل ان هيلث، رول اوف ستيم سيل ان ديزيز، والرول اوف ستيم سيل ان ثيرابي. طبعا هذا الكلام اللي بقوله سواء زراعه الشعر او العمليات التجميل بالنسبه للحروق او الهادي او بالنسبه للوكيميا والهادي، اشياء مثبته ما عاد تحتاج بحث، يعني خلاص انتهت مراحل البحوث واثبتت فعاليتها وكذا. يمكن احكيكم الدكتور اللي اكتشف زراعة النخاع اسمه توماس إيدينول دونيل، مات هو طبعا أول ما سوى زراعة نخاع العظم في 1963، أخذ مريض كان عنده فشل نخاع عظم، وأخذ كان ذيك الأيام سوى تطابق الأنسجة عن طريق فصيلة الدم لأنه هي فيري إميوجينيك، أخذ الخلايا الجذعية حطها في المريض، ثلاثة مرضى كلهم ماتوا طبعا، فصلوا من الشغل، سلوك خطاب الإمثال وفصلوا. راح المختبر قاعد يدرس لحد ما اكتشف الـ HLA system. الـ HLA system اكتشف في نهاية السبعينات. بعد ما اكتشف الـ HLA system human leukocyte antigen which is more immunogenic عن الـ ABO، يعني احنا زراعة النخاع ممكن نسوي زراعة ويكون فصيلة الدم مختلفة. ليش؟ لأنه أهم immune system في الجسم دحين الـ HLA. فسبحان الله بعد ما اكتشف سوى فحص أنسجة، سوى ثلاثة زراعات في نهاية 1978 كلها نجحت. في 1990 أخذ جائزة نوبل الفضل، يعني بعد 12 سنة. فالإنسان لا يستعجل على جائزة نوبل، يعني كله سوى بحث يقول لك فين جائزة نوبل؟ استنى لما تتلطش، لما تنفصل هتفضح. دكتور ساعات نشوف طلب متبرع في الكلية.